السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنكمل إن شاء الله برنامج أوتوديسك أوتوكاد 2018. طبعا يا جماعة خدنا امبارح بعض أوامر قائمة درو اللاين والريكتانجل والسيركل والأرك. تمام، كل ده شرح العقل. هنتكلم النهاردة يا باشمهندس عاطف بعض الأوامر من قائمة درو. نفتح قائمة درو، هنلاقي عندنا في حاجة اسمها ري، اللي هو شعاع. يعني الشعاع زي ما احنا عارفين ان هو خط له نقطة بداية ومالوش نقطة ايه؟ مالوش نقطة نهاية. مالوش نقطة نهاية، عشان كده ما بيجوا رمزوا له زي ما انت شايف كده الرمز بتاعه نقطة وسهل أرو رايح لما لا نهاية، ما حش عارفين رايح لحد فيها. طيب الري ده لازمته ايه؟ محدش عارف، محدش حد عارف ايه لازمة الري ده في الرسم. يعني ممكن بقى الجماعة بتوع مدن يكونوا بيستخدموا بيعمل محاور للرسمة او حاجة او اشارة للرسمة. لا مش اشارة، الاشارة دي هنستخدمها في حاجة اسمها مالتي ليدر، ده لسه هيجي معانا ان شاء الله، لسه مش هنقوله دلوقتي. يعني الاسهم والاشارات والدولة ده حاجة تانية، حاجة تانية. ده ري زي ما هنشوف دلوقتي. ان هو خط له نقطة بداية ومالوش نقطة نهاية. تمام، فاحنا بناخده بس عشان يعني نبقوا عارفينه، لو احتاجناه يبقى موجود معانا. ادي الري، هنضغط هنا. يقول لك ايه؟ Specify start point. طبعا هو طبعا مش هيقول لك ايه، اديني نقطة نهاية، فانت هتحدد له البداية. شوف بقى، بص انت هتكليك في اي حتة هو ايه؟ ثرو بوينت. سبيسيفاي ثرو بوينت، ما قالش اند بوينت. ثرو بوينت، ايوه الله ينور عليك، دي منحوظة حلوة. ما قالش اند بوينت، لانه ملوش اند. ثرو بوينت يعني الزاوية او اتجاه الشعاع رايح لفين؟ هنا مثلا. اول ما كليك بقى ايه؟ شغال. وخد بالك هتديله واحد كمان، الواحد كمان هو مالتي، يعني ممتد لنهاية الرسمة بقى لحد ما مالتي ري. مالتي يعني بيديك كذا ري. هو طبعا محدد الفيرست بوينت بتاعته اهيت، وعمال بقى يديك ري زي اهيت. كويس، تعمل الشمس الشمس بتاعتنا، شكله جميل. خد بالك، الله، وهكذا. طيب ضغطت انا انتر دلوقتي عشان اطلع من ايه؟ طيب انا عايز امسح بقى الكلام ده، اعمل ايه؟ سهل جدا، هو ترول. طبعا انا النافذه اللي هي الخضره دي لو مرت بس بمركز كده خلاص، خلاص هلمتهم كلهم. الريس دي هتجيبها على طول كلها من نقطه البدايه بتاعه الريس دي، خلاص كده حدد اديها ويلت من الكيبورد او اي انتر عشان نمسحها. جميل. طيب اللي زيه بالظبط كونستراكشن لاين. مش تمام، سكيل. ماشي يا باشمهندس. معانا الكونستراكشن لاين، هو خط مستقيم لا له نقطة بداية ولا نقطة نهاية. يعني ممتد من الطرفين، ممتد إلى ما لا نهاية. طب والري ده لازمته إيه؟ والله يا باشمهندس خالد، إحنا لحد دلوقتي أنا عن نفسي ما احتجتوش في أي نفس بالشمس. يعني أي درونجز برسمها لو في شمس في الرسمة هرسمها بيه. فنختار هنا الكونستراكشن لاين، يقول لك سبيسيفاي بوينت. طبعا لا قال لك ستارت ولا قال لك ايه؟ انت ان خط مستقيم له بدايه ولا نهايه. هو بيقول لك بس نقطه عليه، يعني هنا مثلا قطعه مستقيمه. طبعا الخط المستقيم اي خط في الدنيا بيتحدد بايه؟ بنقطتين. ادينا نقطه كمان عليه، نقطه هنا مثلا، خلاص رسم لك الايه. طب لو انا فضلت ماشي كده، خلاص هو اعتبر بالنسبه له دي النقطه الاولى، هيديك الايه. يعني حاجة ماشي يعني كده، حاجة رسومات حلوة شكلها جميل. ماشي، هنمسح الكلام ده برضو. النافذة ديت طبعا انا لو عملت الازرقة دي هتاخد حاجة خالص، مش هتاخد حاجة خالص، لانها مش هتوصل للنهاية، مش هتوصل للنهاية عمرها، ما وصلتش لنهاية الشكل اصلا. ايوه، فلازم عشان تمسح ده لازم دي تحويه الاوبجكت بالكامل، لكن مش هتحويه. فهنعمل ايه كده؟ خلاص كده جميل، جميل جدا. تمام، ان شاء الله، ما شاء الله. طيب هنشوف ايه تاني في قائمة الدروم معانا النهارده ان شاء الله. اللي معانا الايه ده؟ مالتي لاين، البوليجون. ايوه، طب هناخد البوليجون، معلش ناخد البوليجون الاول وبعد كده نخش على البوليجون ان شاء الله. ايه البوليجون؟ البوليجون هو مضلع، شكله مضلع. شكله مضلع
هيسألني عن عدد أجزاء أو عدد الأضلاع اللي أنت عاوزها، عاوز مثلث مربع مخمس مثلث وهكذا. تمام، هختار بوليجون أجيبها من هنا، أو هتلاقي موجود عندك هنا برضو في ال جوجل إيه كده. شوف حتى أنا مش حافظ ال، يعني أنت لو فتحت الدرو هنا هتلاقي البوليجون موجود عندك. تمام، أو تكتبه من هنا، تكتب بي او ال. هو هيطلع لك طبعا هو الجهاز ده رغم شحن فتحين اتنين اوتوكاد او بوليجون اللي هو اول واحد خالص. طبعا انا ما ينفعش احرك دي، بتقوم لقطه، تقوم لقطه الكلمه. لا انا هكتب، امسح دول بي او ال اللي هو ايه بوليجون. اضغط اه، هيسالك على ايه؟ بوليجون بوليجون انتر نمبر اوف سايد، عدد الاضلاع. انت عايز كام ضلع؟ 7. هو عامل لك الديفولت كام بتوعه؟ 4. طب لو انا ضغطت انتر هيعمل لك 4، هيعمل لك اللي هي الاربعة. ماشي، ناخد بالنا من الملحوظه ديت، ان لو ضغطت انتر هينفذ اللي ايه اللي ما بين الديفولت بتاعه. الديفولت لو انت عايزه 4 ولا نغير؟ عايزه 9. 9 نضغط 9. هضغط ايه بعد كده؟ انتر. هيقول لك طيب اديني السنتر، السنتر بتاع البوليجون. البوليجون تمام، السنتر بتاع البوليجون ده عباره عن ايه؟ عباره عن نقطه، بوينت، نقطه في وسط الاضلاع. طيب البوينت ديت في كام طريقه اكتبها او ادخلها على البوليجون؟ لا ثلاث طرق، ليها طرق كتير. لا اما اربطها بالاسناب زي ما هنشوف بعد كده، لا اما احداثيات كده، لا اما احداثيات. طيب انت عايز نقطه في الفراغ؟ اه نقطه في الفراغ، بس عشان نوضح الفكره. هو في حاجه بقى بتظهر لك هنا. تمام، انسكرايب ان سيركل اور سير كومسكرايب اباوت سيركل، يعني هيترسم جوه دايره ولا يترسم بره الدايره؟ هنشوف ايه الخيارين دول ونعرف ايه الفكره بتاعته. بص يا سيدي، هناخد الخيار الاول يعني. بص انا دلوقتي ايه، انت غير بتسحبه لبره. اول ما بتضغط بيعتبر ان ده الايه، ده الريديوس بتاع السيركل اللي هو الايه انسكرايب، اللي هو اللي مرسوم. هنتخيل ان هو الاضلاع دي كلها في نفس المستوى وده نص قطر الدايره. ايوه بالظبط كده. بص انا هنكتب كده رقم، انا هكتب هعتبر الريديوس كام، هعتبره مثلا 500 مثلا. 500 حلو، تمام الكلام. اه